السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيتكم اليوم فيديو جديد عن ماي هيرو اكاديميا ذا سترونجست هيرو. طبعا اللعبة هي انا صار لي هلا بحدود الاربع ايام عم العبها. طبعا اول شيء سوري على التأخير بالفيديوهات لاني انا كثير كثير كنت مشغول وجهازي صاير فيه اكثر من مشكلة، ما عم اقدر افتح اي لعبة عليه. مشان هيك يعني حتى لو كنت عم صور على موبايلي وما عم لحق نزل الفيديو، انه لسه بدي اعمل له ادت وظبطه. بقى مشان هيك ان شاء الله اليوم راح نزل اول فيديو، وان شاء الله بكره برجع بنزل فيديوهات على لعبة 7 ديد سينس، لعبة ماي هيرو، حسب اللعبة اللي بشوفها بدها فيديوهات. طبعا اليوم راح فرجيكم اول شيء حسابي، زائد نعمل كملتي يا اما على التيكت والشخصيات يا اما على الشخصيات، بس لهلا ما متاكد 100%، خلينا نشوف حسب الحظ. طبعا هلا مثل ما خلينا نفوت على الهيروز. اول شيء طبعا انا لما سويت الحساب ضليت اعمل حسابات لحتى باول مالتي طلع لي شخصية اس، وكانت مومو. بصراحة بالنسبة لي مومو كتير حلوة وكتير قوية. انا كان بدي توكيامي بصراحة، بس ما طلع لي توكيامي، بس مو مشكلة، مومو حلوة. هلا اشتريت هي تبع التوب اب اللي هي بواحد دولار بيعطيني اوراركا، وطلعت لي اوراركا. والمالتي الاولى طلع لي هذا اللي هو اوجيرو، مشان هيك بقى صار عندي اوجيرو. طبعا تسوبو هي تسويو بتخلص مهمات اللي هي هون بتلاقيها، خلصت ليكون هي اعتقد خلصت هون، كانت تسويو بتخلص المهمات تبعها بتاخدها. وبالنسبه لمين كمان عندنا هون ايدا طلع لي اللي هو جمعت له فراجمنت، اني لما عم العب اللعبه واعمل سحب على الشخصيات جمعت له فراجمنت لحتى اقدر تخلصه. طبعا مثل ما انتم شايفين اوتي 60 قريب 60,000، هذول هم الشخصيات اللي عندي حاليا. بس باقي لي هذا، باقي لي 14-16 واحدة منه والاسات. طبعا هلا مثل ان شاء الله عم حاول، بدي احاول اجيب ايزاوا بأقرب وقت، واليوم ان شاء الله بنعمل مالتي او مالتيتين ونحاول نجيب توكيامي، لانه انا توكيامي كثير بحبه بالانمي، من شخصياتي المفضله، وهنن بصراحه بالانمي ظالمينه شوي. طبعا انا معي 22 تيكت للكروت و20 تيكت للمالتيات. بقى راح نعمل مالتيتين هون. هلا بالنسبه للكروت ليش ما بدي اعمل؟ لانه لما تجي بانرات اعتقد الكروت هي او هي البانر بتتغير للكروت الجديده، بقى فيني اعمل بنفس التيكتات على هي، اما هي البانر البيسك ما بتتغير، مشان هيك بقى البيسك فينا نستخدمهم من هلا. بقى خلينا ان شاء الله هلا يطلع لنا توكيامي باول مالتي، وبمالتي الثانيه كمان مره ثانيه توكيامي، او خلينا نفس ما طلع لنا شيء. ها ميناتا حلو، فراجمنت لمومو وتوكيامي. يا رب يا رب يا رب. توكويامي ما طلع لنا شيء. كان ما عندنا، يا صار عندنا منه نسختين الحمد لله. راح نكمل على الكاردز. كمل على الكاردز ولا لا؟ والله المشكلة خايف الكاردز نكون بدنا اياهم. هلا انا راح فرجيكم المالتيات اللي عملتها، يعني اوريدي مصور اكثر من مالتي، بقى راح فرجيكم شو طلع لي بالسحبات، لانه سحبت على الكروت كمان، بقى فرجيكم اياها بهذا الفيديو. هلا بقى راح نسحب باول مالتي على الكروت. حلو معي 16، خلينا نشوف هلا شو بده يطلع لنا بالاول 10 دبليو. حلو حلو كتير ممتاز. الأول عندي منها بس الباقي ما عندي منه. حلوين صح، في دوبس بس حلوين. تنتين جداد حلو كتير. أنا معي 6، خلينا لحتى يصيروا 10 بعدين بنعمل ملتي. خلينا نروح على نعمل ملتي على نعمل ملتيتين أعتقد. شو رأيكم ملتيتين ولا ما؟ يلا ملتيتين. يا رب 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 صح. كوريشيما حلو. نين كوريشيما؟ كوريشيما كان اسمه ولا شو؟ حلو هذا هلا مشان ارفعه. سوري، خلينا نعمل المرتي الثانية. راح استخدم كروت لاني مستعجل. نصيحة مني لا حدا يستخدم الكوينز، لأن الكوين كثير مفيدين للبنارات الثانية. يلا. دبليوات.
هذا شو ما بده يطلع لي غيره يعني؟ يلا مشان نسوي اسات، بس لسه بده مليون. حاجة هيك، خلينا هلا بس نجمع كمان 5 تبعات المالتي، سوري 4 تبعات الكارت، بنعمله مرة ثانية. يلا هلا نشوفكم بعدين. هلا صار معنا 10 تيكتات بسرعة، خلينا نشوف شو رح يطلع لنا. شو نحط؟ يلا اي ها ها حلو جولد، حلوة هاي الجيدة، بنفسجيين حلوين كتير. المشكلة بهدول بالكروت هدول، لأنه الكرت الذهبي ما بينحط غير على شخصيته، يعني ما فيني مثلا نحطه على شخصية تانية. أني هذا أنا يعني ما بعرف إذا حالعب فيه ولا لا، أو راح ضل طوره ولا لا. يعني أنا ناوي أعمله بس شو اسمه، يعني خلينا نشوف. ما بعتقد، لا ها مو مبين، مو مبين معناها ما بينحط غير عليه. صح لسه ما اكتيفيت، معقول ما اكتيفيت. الحلو انه شايفين حتى الكروت لما بس تفتحوهم بيعطيكم باور، بس هيك صار عنا منيح بنفسجي. يعني بعتقد فيني اسوي الاثنين الاساسيين تبعاتي ليكو. والله حلوه، 12% زياده دامج، سكيل دامج حلوه كثير. هو عنده كارتين، اذا جبناهم بصير ست. بقى يعني حاليا هذا هو الحساب تبعنا، الحمد لله حسابنا قوي، صرنا 63,000 لما طلع لنا هاد. هلا فينا نحط له كمان تبعاته، الفراجمنتات تبعاته. عشان نقدر نسوي للاس. طبعا الشخصيات حلوة، اي شخصية بتطلع لك منها اكثر من نسخة فيك تسويها للي بعدها. بعد شيء كتير كتير حلو، بنشوف بعدين اذا بينفع ولا لا. شخصيته كتير حلوة. ما طلع لنا شيء لا ما طلع لنا شيء لأورارا، طلع لنا شيء لإلا لا، لسه كتير مطولة هاي، لسه كتير كتير مطولة. على كل حال ان شاء الله هلا افرجيكم الملتيات الباقية، وبنشوف اذا بدكم اعمل اكثر من فيديو، او اذا بدكم بالكومنتات بهذا الفيديو قولوا لي شو الشغلات اللي بدكم يعني اعمل عليها فيديو، عشان على الاقل اشرح لكم شو الشغلات المهمة باللعبة. طبعا راح اسوي فيديو انه بعد ما لعبت اللعبة شو رأيي فيها وهيك شغلات، ونشوف طبعا مع الوقت هل اللعبة راح نضل ننزل عليها ولا نمل منها بسرعة ونوقف ونرجع ل 7 Deadly Sins فقط، ولا نلاقي لعبة تانية نلعبها مع 7 Deadly Sins. لانه هلا حاليا بصراحة مثل ما انتم شايفين 7 Deadly Sins صايرة شبه ميتة، وانا اوريدي شارح كل شيء باللعبة بس باقي الشخصيات الجديدة والتحديثات الجديدة. وانا بصراحه كبي في بي بتعرفوا يعني ما بحب البي في بي، لانه كل ما العب بي في بي بنقهر وبنزعج، لانه صايره 90% عباره عن حظ و10% لعب، خاصه اذا كان فريقك نفس فريق اللي ضدك. بس هون بكون وصلنا لهالفيديو على اليوم، ارجو تكونوا استمتعتوا فيه. اذا استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك الفيديو، وشكرا على القناه، كل جديد مني، وشكرا على اخر فيديوهات تانية. مع السلامه.